السلام عليكم. بالنسبة لسألني عن مذنب أسوان، هذا المذنب ما ممكن واحد يصوره، والسبب أنه يقع في الجهة الجنوبية للأرض، في فالناس اللي عايشين تحت في يعني من تقريبا اليمن وعمان إلى أستراليا ممكن أنه يصورونه. وموعد ظهوره ويظهر الفجر، يعني نلاحظ الآن هذه الشمس، هذا طبعا تاريخ اليوم اللي هو 23/4 2020. فالمذنب نلاحظه أنه يظهر قبل شروق الشمس بشوية، يعني بفترة تقريبا نص ساعة. نلاحظ الحين يعني الساعة الحين 4:45، فالآن نلاحظ هني أن الشمس بدأت تطلع. شوف الآن بدأت تطلع الشمس، الساعة 5:10 طلع قرص الشمس، فهني يكون المذنب خلاص ما قدرت تشوفه. فكل اللي عندك أنت فترة بسيطة جدا، وما ممكن تشوفه لأن المذنب نازل تحت وتصويره صعب جدا. لكن بالنسبة للناس اللي عايشين تحت خط الاستواء، هذا ممكن يشوفونه بسهولة لأنه راح يكون مرتفع بالنسبة لهم، وخاصة اللي عايشين في استراليا وفي جنوب أفريقيا. هذا بالنسبة للي يسألني عن تصوير مذنب الأسوان. فمذنب أسوان مثل ما أنتم شايفين، يعني هذا الحين ساعة واحدة شوف ينزل تحت خلاص، يعني بداية ظهوره اللي هو هذا الساعة 4:15 الفجر. فمجرد أن تطلع الشمس خلاص، هنا اقتربت الشمس من الظهور يبدي يختفي، ما تقدر تشوفه. ثاني شيء هو نازل تحت، إذا صعد فوق سهل إنك تشوفه، بس المشكلة إنه موجود تحت، فهذا اللي يخلي تصويره صعب جدا. أما بالنسبة إلى مذنب أطلس، خلينا نكتب مذنب أطلس. هذا هو مذنب أطلس. مذنب أطلس موجود في الشمال، في النورث. تلاحظون هذه كلمة النورث، هذا مذنب أطلس. ممكن أنت تصوره، طبعا مذنب سوان موجود في برج النحات، مذنب أطلس موجود في كوكبة برج الزرافة، وهي من يعني الأبراج الشمالية. فهذا المذنب سهل إنك تصوره، لأنه يكون هو مرتفع. تقريبا يعني خلينا نشوف الآن، هذه الشمس غربت هني، هذا هني الويست، هذا هني غروب الشمس. أول ما تغرب الشمس نلاحظ هني، أول ما تغرب الشمس راح تكون الآن هذا الهلال، وهذا هذا هاي الشمس. نلاحظ هني ان المذنب موجود فوق، هني سهل انك تصوره لانه موجود فوق هني. تلاحظ هو يعني قريب من كوكب الزهرة. هذا كوكب الزهرة، تلاقون عند الغروب فيه نجم يلمع بشدة اللي هو كوكب الزهرة. هو يعني قريب من كوكب الزهرة، يعني مو غريب غريب يعني، بس انه بين المسافة بين الشمال الى الغار، يكون في الوسط قريب من افق كوكب الزهرة. هذا بس حب اللي بيعرف بس وين موجود المذنب اطلس، وين موجود مذنب اسوان، بس حبيت اشرح لكم هذا. شاكر لكم، مع السلامة.